يضحك ويقولي ادعي لي ابقى شهيد زيه، بس لو حصل البسي ابيض متعيطيش ولا تزعلي، كان وشه اللي زي البدر ينور بضحكته الحلوة ويقولي ده يوم فرحي التاني على سلم، عايزين تبوظوها عليا وعليها، هذا رأيه. ايه ده يا ريم؟ انت خارجه؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ ما انا رايحه عزا يا ماما. عزا؟ عزا مين؟ كان فله الشر. عزا حسام اللي قلت لك النهارده الصبح اني رايحه جنازته. حسام ده ضابط استشهد وكان متجوز اخت سليم بيه مديري في الشغل. افتكرته، ده كان شاب دمه زي العسل. طب ما تستني خديني معاكي اعمل الواجب. انت عايزه تيجي معايا العزا يا ماما؟ سليم بيه افضله علينا كتير، واللي مات ده شهيد. خديني، بقالي كتير ما خرجتش اشوف الدنيا واعمل الواجب. النبي استنيني وخديني. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.